هنكمل مع بعض examples of the order of precedence of the arithmetic operation. أولوية ترتيب العمليات الحسابية. العمليات الحسابية اللي تتم أولا. طبعا اتفقنا قبل كده إن القسمة إن الأقواس بتنفذ الأول، بعد كده لو في أقواس جوه أقواس تنفذ الأول، ثم الأقواس يعني الداخلي ثم الخارجي. يعني مثلا لو في قوس بالشكل ده في 3 زائد 2 الكل أس قوس مثلا وليكن 3 زائد 2، فينفذ بداخل القوس الأول 3 زائد 2 6، بعد كل 6 أس إيه؟ سوري 3 زائد 2 5، 3 زائد 2 5 يقول 5 أس 5. دي فكرة nested parentheses، يعني قوس جوه قوس أو قوس باور قوس. ده بالنسبة لل parentheses. بعد كده الأس، بعد كده الضرب والقسمة في نفس الوقت، والجمع، بعد كده الجمع والطرح في نفس الوقت. طيب عملية زي كده، 3 زائد 4 على 2، 3 زائد 4 على 2 يعني نفذ 4 على 2 الأول، بعد كده يجمعها 3 تبقى 5. طيب لو حطيتها في قوس يبقى ينفذ القوس الأول، يبقى 3 زائد 4 القوس ده على 2، يعني 7 على 2 ب3.5. وهنا بيشرح. طيب هي نفس الفكرة، ينفذ العال الأول، فيها طالما في عالة وفي ناقص وموجب فقط هذه العملية يبقى ينفذ على الأول، لكن كل ما تدخلها في عمليات تانية زي تدخلها في باور تدخلها في قوس هينفذ بقى حسب الأولوية. هنا مفيش الأولوية بالنسبة للقسمة، 4 على 2 فيها 2 يجمعها 3 وناقص منها 2. تمام. طب هنا بينفذ القوس الأول، أقول لك 1/2 is executed first، يعني بينفذ اللي في القوس الأول، بعد كده 9 power 1/2 أو half نص، يعني 9 أس نص. 9 أس نص يعني الجذر التربيعي لتسعة، 9 أس نص يعني الجذر التربيعي لتسعة، 3. لكن التانية دي and then في عملية جمع اهي، 27 أس 2 على 3، هينفذ ايه في العملية دي؟ ينفذ الباور، يعني يقول 27 أس 2 ويقسمها على 3 بهذه الشكل، 27 أس 2 ويقسمها على 3 تطلع 243 أو 46، تطلع 243 زائد جذر 9 اللي هو 3 يبقى 246 مظبوط. يبقى ينفذ اللي في القوس نص، 9 أس نص يعني جذر 9 ب3، 3 زائد 243 اللي هو 27 أس 2 على 3 يعني 246. تمام كده. يعني لو حولتها بصورة رياضية هتبقى بالشكل كده، جذر 9 زائد 27 أس 2 على 3 هتطلع دي 3، تطلع دي 243 هتساوي 246. يعني اللي هو الأقواس ثم الباور ثم الضرب والقسمة والجمع والطرح، فينفذ الأقواس. خلصنا من الأقواس 15، 8 على 2 في الأربعة 15 ناقص 4 11، مفيش مشكلة. ودي كده كلها مع بعضها هتبقى 3 على 11 زائد ماشي 2 في 52 على 63، خلاص يعني 2 في 52 على 63 ناقص ماشي 3 أس 2 ب9، لا 2 في 3 أس 2 مش 2 أس، يعني دي تعتبر 2 في 9 ودي 4 في 4
مش 4 أس 4، لأن الأول هو نفذ العملية الأولانية اللي هي الأس، يعني 2 أس 2 بـ4 بقت رقم، فـ4 × 4. بعد كده 14 على 4، بعد كده 8 كده صح. ما تنساش ان هو في الاخر جامع زائد 6 على 3 فيها الاتنين. تمام، تعال بقى نحسبها بالآلة تطلع فيها 50 مظبوط. لك تقدر تستخدم الكوما لو انت عايز تعمل اكتر من عملية حسابية في نفس الوقت في سطر واحد يعني، وكل عملية تتنفذ في سطر الواحدة. يعني مثلا اقدر اقول 1 × 2 = 2، 3 × 3 = 9، 4 × 4 = 16. انا بقى مش عايز اكتب 3 سطور دي كلها، انا عايز اعملها في سطر واحد. بقول 1 × 2 كوما 3 × 3 كوما 4 × 4، هي اعملها لي اكتبها انا في سطر واحد واعملها لي في 3 خطوات. دي بالنسبة للكوما. الباقي السيمي كولوم ما بيظهرش الناتج في هذه الحالة. This semicolon is used to prevent the calculation of the expression in the command window. يعني مثلا انت عملت شويه عمليه حسابيه ومش عايز تشوف، انت عارف النتيجه مش عايز تشوفها دلوقتي. قلت مثلا 6 + 2 6 + 1 ب7، انا عارف انها ب7، لو حطيت سيمي كولوم جنبها هيقول لي طب تحب تكتب ايه تاني، مش هيطلع لي السبعة، في حين انا لو شلت السيمي كولوم طلع لي السبعة. تمام، وبكده احنا انتهينا من العمليات الحسابية، والمرة الجاية هنتكلم في الـ variables المتغيرات. شكرا.